حطمت امرأة أمريكية الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأطول لحية أنثى بمعدل قياسي يبلغ 25.5 سنتيمتر. وقالت الموسوعة إن إيرين هونيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، ونمت لحيتها بعد التخلي عن روتين الحلاقة 3 مرات في اليوم. وقالت هونيكوت إنها تجنبت المشاعر السلبية بشأن مشاكلها الطبية المنهكة لأنها حافظت على نظرة إيجابية للحياة أثناء المحن. وأضافت أن أقنعة الوجه الواقية التي كانت منتشرة خلال فترة كورونا أعطتها الفرصة لبناء ثقتها في تنمية اللحية. وأكملت: من دواعي السرور أن أحقق رقما قياسيا عالميا لشيء كنت أخجل منه ذات يوم.